يهود يهوى ان الطائفه بيعرفوا حالهم ان هن مسيحيين، طبعا في ناس بتقول عنهم ان هن يهود، هن شو بيعرفوا بحالهم، ما بيهمنا شو هو عقيدتهم او شو دينهم، بس شو طبعا بيعرفوا بحالهم بالنهايه كل مين على دينه الله يعينه. هلا عندهم معتقد خاص بغض النظر عن موافقتك له او رفضك له، هن بذات هي الطائفه انه بيرفضوا نقل الدم، بتعرف هذا الشيء اخي باسل، بيرفضوا نقل الدم. حتى نقل الدم الذاتي في عليه اختلاط، يعني في عليه ديبيت، يعني انه هل اذا واحد نزف واخذنا الدم منه بنقدر نرجع له هذا الشخص نفسه؟ والله العليم انه هن بمعتقدهم لا. المهم انه في تفاصيل كثيره لهذا الموضوع تتعلق لاسباب دينيه بحته، انه هن ما بدهم نقل دم ابدا ابدا. ففي عندي مريضه، هالحكي من 5 سنين تقريبا، مريضه اخذت زرع كليه، طبعا هذا راح يقول لي واحد كيف بتفضل زرع كليه وما بتفضل زرع دم؟ لانه هيك معتقده، هي حره. فرضينا وقت رضي الجراح يزرع لها، ما كان هي صبيه، كان عمرها شيء 35 او 40 سنه، وقتها ما عندها خطوره نزف كبيره، وعمليه الكليه ما عمليه نازفه، فرضي يزرع لها. المهم انه هو زرع لها الكليه، وبعد 4 5 ايام من العمل الجراحي الخضاب عندها وصل للسته، او كان شيء سته تقريبا، بيصير لانه هذول بياخذوا بينقلوا سوائل، بيكون ما في بول يعني، فبصير تمدد للدم، تمدد للبلازما. فنزل الخضاب للستة، فنحن عموما بالطب القاعدة العامة على الخضاب 7 لازم تنقل دم. طبعا الموضوع ما له إسعاف، هي ما أنا عم تنزف، هي قاعدة بغرفتها وعم تضحك وكذا. فرحنا عم نناقشها، رفضت تماما. فأخلاقيا شو رأيك بهذا الكلام يا أخي باسل؟ والله دكتور، ده طلال، هي حالة جدا مشهورة يعني، وهي الفئة مثل ما قلت أنت، على الرغم أنه نحن نتعامل معها كثير هون بأمريكا، هي معنا موجودة بالشرق الأوسط، ولكن كمثال هذا مثال معبر عن معتقدات المرضى بغض النظر. بهي الحالة بالذات في عدة نقاط نحن ممكن نحكي فيها. لأول شيء أنه احترام مبادئ المريض أو قيمه، بس الشيء الثاني كمان مدى إسعافية الحالة ولا لا. أيوة هلا هي المريضة رفضت هذا الإجراء، هلا نحن بهيك حالة لازم نستفهم ولازم نعرف منها ليش، والهدف مننا مشان نشوف إذا في عندها هي تخوف معين، مثلا إذا في هي مثلا خايفة من عملية إجراء نقل الدم، ممكن نحن نوضح لها إياها أو نعطيها شوية بيانات عنه أو معلومات عنه، ولا هذا معتقد ثابت عندها نحن غير والله قادرين على ناقشناها تغييره. كثير، ناقشناها كثير، وناقشت هي الالدرز تبعها اللي هن يعني المشايخ تبعها او رجال الطائفه تبعها، وما حدا اعطاها الاوكي انه تنقل دم، هن اللي عنده نقل الدم مرفوض يعني مرفوض. نعم فرفضت نعم رفضت فهذا معلش انا فهذا كطبيب شو حقها. انا كطبيب شو لازم اعمل في هالحاله؟ وطبعا حالة مره ثانيه ميضه قاعده بسريره، ضغطها طبيعي ونبضها طبيعي وعم تاكل وتشرب وما في نزف ظاهر، ما في نزف، هي تمدد، يعني احنا طبيا الحاله ما لنا اسعافيه، لازم نقل الدم يجب، بس ما هو لايف سيفينغ، ما هو إجراء منقذ للحياة. نعم بهاي الحالة أنت اللي عليك أنه أنت تشرح لها كل شيء، تمام وتبين لها المنافع والضرر من هذا الإجراء، وتقول لها شو الكونسيكونسز أو شو اللي راح يتبع عن عدم أخذها لهذا الدم، وبناء عليه هي بتاخذ قرارها بعد ما أنت تأكدت تماما أنه أنت أعطيتها كل المعلومات اللي هي قادرة فيها تاخذ قرار، وهي أخذت هذا القرار. انت بتنشر هذا الخبر بين الفريق الطبي مشان الكل يكونوا على نفس الصفحه، يكونوا كلياتهم متفاهمين، وبتكتب بادبارتا هذا الشيء، بتعمل دوكيومنتيشن تمام مشان تحمي حالك، وخلص بالاخير بتحترم قرارها. ما بتحسن انك تعطيها دم بغير ارادتها وغصب عنها. فصراحة التطور بهي الحالة انه نحن مثل ما قلت وثقنا، ومو طبيب واحد ناقشها، عدة اطباء من عدة فرق طبية، يعني من طبيب الجراحة وطبيب الداخلية والممرضة، وهي بالنهاية راسها هيك. انا ما عندي، انا على فكرة حكرتها بسؤال معين بعدين، قلت لها طيب لو انه صار، خليني بس افترض ان هي شو هنا عنيدين شوي صراحة، انه لو صار حالة انه انت كنت بحالة اسعافية ونقل الدم بحالتك الإسعافية هو منقذ لحياتك، يعني لا بتنقل الدم لا بتموتي بمعنى آخر، شو الوقت العمل وقتها؟ حكرت يعني هيك حطيت على آتي God will save me، الله بينقذني وقتها. هيك جوابك. وهي معتقدة تحترم.